إلهنا كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. سبحان الذي في السماوات ليتقدس اسمه ليأتي ملكوته لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. جيب لنا جوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشر. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين. المجد للآب والابن والروح القدس. يا من ارتفع على الصليب مختارا أيها المسيح الإله امنح رأفتك لشعبك الجديد المسمى بك وفرح بقوتك عبيدك المؤمنين مانحا إياهم الغلبة على محاربيهم لتكن لهم معاملتك سلاحا للسلام وظفرا غير مقهور. أنا كل عوان ولدهر الداهرين. أمين. أيتها الشفيعة الرهيبة غير المخذولة يا والدة الإله الكلية التسبيح لا تعرضي صانحا توسلاتنا بل وطدي سيرة المستقيمين راي وخلص الذين أمرت أن يتملكوا وامنحيهم الغلبة من السماء بما أنك ولدت الإلهية المباركة وحدك. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسنية العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. يا رب ارحم. يا رب. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا وكل إخوتنا في المسيح. لأنك إله رحيم ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. بسم الرب بارك يا أب. المجد للثالوث القدوس المتساوي في جوار المحيي غير المنقسم كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. يا رب لماذا كثر الذين يحزنوني كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. وأنت يا رب ناصري ومجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرخت فأجابني من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني فلا أخاف من ربوات الشعب المحيطين بي المتآزرين علي. قم يا رب خلصني يا إلهي فإنك قد ضربت كل من يعاديني باطلا وسحقت أسنان الخطأ للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني. يا رب لا بغضبك توبخني ولا برجزك تؤدبني فإن سهامك قد نشبت فيا ومكنت علي يدك. ليس لجسدي شفاء من وجه غضبك ولا سلامة في عظامي من وجه خطاياي لأن آثامي قد تعالت فوق رأسي كحمل ثقيل قد ثقلت علي. قد أنتنت وقاحت جراحاتي من قبل جهالتي. شقيت وانحنيت إلى الغاية والنهار كله مشيت عابسا لأن متني قد امتلأ مهازئ وليس لجسدي شفاء. شقيت وتضعت جدا وكنت أعين من تنهد قلبي. يا رب إن بغيتي كلها أمامك وتنهدي لم يخف عنك. قد اضطرب قلبي وفارقتني قوتي ونور عيني أيضا لم يبقى معي.
أصدقائي وأقربائي دنوا مني ووقفوا لدي، وجنسي وقف مني بعيداً، وأجهدني الذين يطلبون نفسي والملتمسون لي الشر، تكلموا بالباطل وغشوشاً طول النهار درسوا. أما أنا فكأصم لا يسمع، وكأخرس لا يفتح فاه، وصرت كإنسان لا يسمع ولا في فمه تبكيت. لأني عليك يا رب توكلت، أنت تستجيب لي يا ربي وإلهي. لأني قلت لا يشمت بي أعدائي، وعندما زلت قدماي عظموا علي الكلام. لأني أنا للضرب مستعد، ووجعي لدي في كل حين. لأني أنا أخبر بإثمي واهتم من أجل خطيئتي. أما أعدائي فأحياء وهم أشد مني، وقد كثر الذين يبغضوني ظلما. الذين جازوني بدل الخير شرا، محلوا بي لأجل ابتغاء الصلاح. فلا تهمني يا ربي وإلهي، ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. فلا تهملني يا ربي وإلهي، ولا تتباعد عني، أسرع إلى معونتي يا رب خلاصي. يا الله إلهي إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، بكم نوع لك جسدي. في أرض برية وغير مسلوكة وعادمة الماء، هكذا ظهرت لك في القدس لأعاين قوتك ومجدك. لأن رحمتك أفضل من الحياة، وشفتي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، وباسمك أرفع يدي، فتمتلئ نفسي كما من شحم ودسم، وبشفاء الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على مفرشي هذت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا، وبظل جناحيك أستتر. التصقت نفسي وراءك، وإياي عضضت يمينك. أما الذين يطلبون نفسي باطلا فسيدخلون في أسافل الأرض، ويدفعون إلى أيدي السيوف، ويكونون أنصبة للثعالب. أما المريك فيسر بالله، ويمتدح كل من يحلف به، لأنه قد سدت أفواه المتكلمين بالظلم. هذت بك في الأسحار، لأنك صرت لي عونا، وبظل جناحيك أستتر. التصقت نفسي وراءك، وإياي عضضت يمينك. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان، وإلى دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان، وإلى دهر الداهرين، آمين. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت، وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. فقد امتلأت من الشرور نفسي، ودنت من الجحيم حياتي. حسبت مع المنحدرين في الجب، صرت مثل إنسان ليس له معين، حرا بين الأموات، مثل المجرحين الرقود في القبور، الذين لا تذكرهم أيضا، وهم من يدك مقسون. جعلوني في جب أسفل السافلين، في ظلمات وظلال الموت. علي استقر غضبك، وجميع أهوالك أجستها علي. أبعدت عني معارفي، جعلوني لهم رجاسة. قد أسلمت وما خرجت، وعناي ضعفتا من المسكنة. صرخت إليك يا رب النهار كله، وإليك بسطت يدي. ألعلك للأموات تصنع العجائب، أم الأطباء يقيمونهم فيعترفون لك؟ هل يؤحدث أحد في القبر برحمتك، وفي الهلاك بحقك؟ هل تعرف في الظلمة عجائبك، وعدلك في أرض منسية؟ وأنا إليك يا رب صرخت، فتبلغك في الغداة صلاتي. لماذا يا رب تقصي نفسي، وتصرف وجهك عني؟ فقير أنا، وفي الشقاء منذ شبابي، وحين ارتفعت اتضعت وتحيرت. علي جاز رجزك، ومفزعاتك أزعجتني. أحاطت بك الماء، والنهار كله اكتنفتني معا. أبعدت عني الصديق والقريب، ومعارفي من الشقاء. يا رب إله خلاصي، في النهار صرخت، وفي الليل أمامك، فلتدخل قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى طلبتي. بارك يا نفسي الرب، ويا جميع ما في داخل اسمه القدوس. بارك يا نفسي الرب، ولا تنسى جميع مكافآته، الذي يغفر جميع آثامك، الذي يشفي جميع أمراضك، الذي ينجي من الفساد حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة، الذي يشبع بالخيرات شهواتك، فيتجدد كالنسر شبابك. الرب صانع الرحمات والقضاء لجميع المظلومين، عرف موسى طرقه وبني إسرائيل مشيئاته. الرب رحيم ورؤوف، طويل الأناة وكثير الرحمة، ليس إلى الانقضاء يسخط، ولا إلى الدهر يحقد. لا على حسب آثامنا صنع معنا، ولا على حسب خطايانا جازانا. لأنه بمقدار ارتفاع السماء عن الأرض، قوى الرب رحمته على الذين يتقونه، وبمقدار بعد المشرق من المغرب، أبعد عنا سيئاتنا. كما يترأف الأب على البنين، يترأف الرب على خائفيه، لأنه عرف جبلتنا، وذكر أننا تراب نحن. الإنسان كالعشب أيامه، وكزهر الحقل كذلك يزهر، لأنه إذا هبت فيه الريح ليس يثبت، ولا يعرف أيضا موضعه. أما رحمة
الرب فهي منذ الدهر وإلى الدهر على الذين يتقونه، وعدله على أبناء البنين الحافظين عهده والذاكرين وصاياه ليصنعوها. الرب هيأ عرشه في السماء ومملكته تسود على الجميع. باركوا الرب يا جميع ملائكته المقتدرين بقوة العاملين بكلمته عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع قواته يا خدامه العاملين إرادته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب في كل موضع سيادته. بارك يا نفس الرب. يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر، وأضجر علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذست في كل أعمالك وتأملت في صنائع يديك. بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي. لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك، فإني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق الذي أسلك فيه، فإني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، فإني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجل اسمك يا رب. تحييني بعدلك، تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي، لأني أنا عبدك. استجب لي بعدك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. استجب لي بعدك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب، من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب، من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب، من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا ورئيس كهنتنا موسى والكهنة المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب، من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب، من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب، من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب، من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب، من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب، أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. الله الرب ظهر لنا.
من ربي وادعو باسمه القدوس. الله الرب ظهر لنا مبارك الاتي باسم الرب. كل الامم احاطت بي وباسم الرب قهرتها. الله الرب كانت هذه وهي عجيبة في أعيننا. الله الرب ظهر لنا مبارك الاتي باسم الرب. حطمت بصليبك الموت وفتحت للص الفردوس وحولت نوح حاملا وأمرت رسلك أن يكرزوا بأنك قد قمت أيها المسيح الإله مانحا للعالم الرحمة العظمى. المجد لله والابن والروح القدوس. خلص يا رب شعبك جميع المقتصين لا كل أوان ولا دهر الداهرين. آمين. إن جبرائيل لما تفوى نحوك أيته العذراء بالسلام فمع الصوت تجسد سيد الكل فيك أيته السفينة المقدسة كما قال داود الصديق وظهر في أرحب من السماوات حاملة خليقك فالمجد للذي حل فيك فالمجد للذي أتى منك المجد للذي اعتقنا بولادته منك. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعطد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. لقد وضع الحياة في القبر وجعل الختم على الحجر وحرس جند المسيح بصفة ملك نائم ومجدته الملائكة بصفة إله غير مائت وصرخت النسوة قائلات قد قام الرب مانحا العالم العظيم الرحمة. المجد للآب والابن والروح القدس. أيها المسيح الإله المحب البشر يا من بدفنه الثلاثي الأيام سبى الموت وبقيامته المحيا بعث الإنسان من الموت بعد أن بلي المجد لك الآن وكل أوان والدهر الداهرين. أمين. لا تبرح يا والدة الإله العذراء تتضرعين إلى المسيح الإله الذي صلب من أجلنا وقام منبعثا وحطم عزة الموت طالبة أن يخلص نفوسنا فيما كان القبر مختوما أشرقت منه أيها المسيح الإله وفيما كانت الأبواب مغلقة وقفت بالتلاميذ يا حياة الكل وقيامتهم وقيامتهم
وجددت لنا بهم نعمة الروح المستقيم بحسب عظيم رحمتك. المجد للآب والابن والروح القدس. لقد أسرعت النسوة إلى قبرك بالدموع يحملن الطيوب فيما كان الجند يحرسونك يا ملك الكل، ويقولن فيما بينهن من يدحرج لنا الحجر. لقد قام رسول الرأي العظيم دائسا الموت، فيا أيها الرب القدير المجد لك الآن وكل أوان ولده الداهرين آمين. السلام عليك يا والدة الإله العذراء المنعم عليها يا ميناء جنس البشر وحمايتهم، فإنه منك قد تجسد منقذ العالم، وأنت وحدك أم عذراء تباركين وتمجدين دائما، فتشفع إلى المسيح الإله أن يمنح السلام للمسكونة كلها. إن العدو في الفردوس قديما عرى آدم بواسطة العود وجلب الموت لأجل المذاق، وأما عود الصليب فانغرس على الأرض آتيا للبشر بلباس الحياة، واستوعب العالم بأسره كل فرح، فلنشاهده أيها الشعوب مسجودا له ونصرخ لله بإيمان ونغمات مؤتلفة، إن بيته مملوءا جدا. دن يا رب الذين يظلمونني، قاتل الذين يقاتلونني، هاللويا. خذ سلاحا وترسا وانهض إلى معونتي، سل السيف واحصر به مقابل الذين يضطهدونني، هاللويا. ارتسم علينا نور وجهك يا رب، هاللويا. وكب سلاح المسرة كال دلتنا، هاللويا. أعطيت الذين يرهبونك علامة ليهربوا من وجه القوس، هاللويا. صعدت إلى العلي فسبيت، صعدت إلى العلا فسبيت سابيا، هللويا. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجانا لك المجد. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب، أعدد وخلص وارحم واحفظ يا الله بنعمتك يا رب الرحام. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع فوات وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك إله صالح، لأنه قد تبارك وتمجد اسمك أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أيها المسيح الإله، يا من اتخذ صورتنا واحتمل الصلب بالجسد لأجلنا، خلصنا بقيامتك يا محب البشر. يا من رد سبي صهيون من الضلالة، انتشلني أنا أيضا يا مخلصه من عبوديات الأهواء وأحيني. إن الذي يزرع في جنوب الأحزان والأصوام والدموع يجني أغمار الفرح المغذية إلى الأبد. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بالروح القدس يجري ينبوع الذخائر الإلهية، ومنه الحكمة والفهم والخشية والتسبيح والمجد والعزة والإكرام. إن لم يبني الرب بيت النفس فباطلا نتعب، لأنه بدونه لا يتم عمل ولا قول. إن القديسين بإلهام الروح يأتون من ثمار البطن بعقائد التبني الأبوية. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولده الداهرين آمين. بالروح القدس حصلت كل البرايا على الوجود، لأنه إله قبل وجودها ورب الكل وحياتهم والنور الذي لا يدنى منه. لقد
وقد وجد خائف الرب طرق الحياة فهم يغبطون الآن وكل حين في المجد الذي لا يزول. إذا رأيت أولاد أبنائك كالغراس حول مائدتك يا رئيس الرعاة فافرح مسرورا وقدمهم إلى المسيح. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. بالروح القدس كان غور المواهب وغنى المجد وعمق الأحكام العظيم، لأنه معبود مع الآب والابن ومساو لهما في المجد. قم يا ربي وإلهي ولترتفع يدك، لا تنسى بيسيك إلى النهاية. قم يا ربي وإلهي وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن دهر الداهرين. كلنا سبب فلتسبح الرب، كلنا سبب فلتسبح الرب، فلتسبح الرب، كلنا سبب. من أجل أن نكون مستحقين سماع قراءة الإنجيل المقدس من الرب إلهنا نطلب الحكمة فلنستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. سلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لك يا رب المجد لنصغي. في أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية إلى القبر في الغداة والظلام باق، فرأت الحجر مدحرجا عن القبر، فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس وإلى التلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما قد أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. فخرجا بطرس والتلميذ الآخر وأقبلا إلى القبر وكانا مسرعين معا، فسبق التلميذ الآخر بطرس وجاء إلى القبر أولا وانحنى، فرأى الأكفان موضوعة لكنه لم يدخل. ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر، فرأى الأكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه غير موضوع مع الأكفان، بل ملفوفا في موضع على حدته. فحينئذ دخل التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر فرأى وآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من بين الأموات. وانصرف التلميذان عائدين إلى مقرهما. إذ قد رأينا قيامة المسيح فلنسجد للرب القدوس يسوع البريء من الخطأ وحده. لصليبك أيها المسيح نسجد، ولقيامتك المقدسة نسبح ونمجد، لأنك أنت هو إلهنا وآخر سواك لا نعرف واسمك نسمي. هلموا يا معشر المؤمنين لنسجد لقيامة المسيح المقدسة، لأن هو ذا بالصليب قد أتى الفرح في كل العالم. لنبارك الرب في كل حين ونسبح قيامته، لأنه إذ احتمل الصلب من أجلنا بالموت للموت أباد وحطم. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك وكمثل كثرة رأفتك امحو مآثمي. اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني، فإني أنا عارف بإثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت، لكي تصدق في أقوالك وتغلب في محاكمتك. ها أنا ذا بالآثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني بالزوف فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل مآثمي، قلبا نقيا
ان اخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي. لا تطرحني من امام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجه خلاصك وبروح رئاسي عضدني فاعلم الاثمه طرقك والكفره اليك يرجعون. انقذني من الدماء يا الله اله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبحتك. لانك لو اثرت الذبيحه لكنت الان اعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات. فالذبيحه لله روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع لا يرذله الله. اصلح يا رب مسراتك صهيون ولتبنى اسوار اورشليم. حينئذ تسر بذبيحه العدل قربانا ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. Thank you.
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك وافتقد علمك بالرحمة والرأفة وارفع شأن المسيحيين الأرثوذكسيين واسبغ علينا مراحمك الغنية بشفاعة الكلية الطهارة سيدتنا والإله الدائمة البتولية مريم وبقدرة الصليب الكريم المحيي وبطلبات قوات السماوية المكرمة العالمة الإجساد والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح وأبائنا القديسين معلمي المسكون رؤساء الكهنة العظماء باسيليوس الكبير غروغوريوس اللاهوتي يوحنا الذهبي الفم وأبائنا القديسين أثناسيوس وكيريلوس ويوحنا الرحيم بطاركة الإسكندرية وأبوينا القديسين ميليتيوس وبطرس بطريركي أنطاكيا وأبوينا القديسين نيكولاوس رئيس أساقفة ميريليكيا سبيريدونوس اسقف تريميثوس العجائبيين والقديسين المجيدين الشهداء العظماء جيوارجيوس المظفر ديمتريوس المفيد الطيب ثيوذوروس تيروني ثيوذوروس قائد الجيش والقديسين القديسين اغناطيوس بوليكاربوس الشهيدين في رؤساء الكهنة والقديس يوسف الدمشقي الشهيد في الكهنة والقديسين المجيدين الشهداء المتألقين بالظفر وأبائنا الأبرام أفرام وإسحاق السوريين ويوحنا الدمشقي وجميع آبائنا الأبرار المتوشحين بالله والصليب الكريم المحيي حامي هذه الكنيسة المقدسة والذي نقيم تذكرة السجود له اليوم والقديسين صديقين يواكيم وحن جدي المسيح لله والقديسين خريثانسوس ودريا ورفقتهم والشهداء الذين نقيم تذكرهما اليوم وجميع قديسيك نتضرع إليك أيها الرب الجزيل الرحمة فاستجب لنا نحن الخطاة طالبين إليك وارحمنا برحمة ورافة ابنك الوحيد ومحبة البشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. لن تقوى عزة الموت بعد على ضبط البشر في قبضته فإن المسيح نزل فسحق قواه وحلها فقيد الجحيم وابتهج الأنبياء يقولون باتفاق الأصوات لقد حضر المخلص للذين على الإيمان فاخرجوا يا مؤمنون إلى القيامة لقد ارتعد اليوم الجحيم والموت تحت الثرى أسفل مذعورين منك يا أحد الثالوث والأرض مادت مرتجة وبوابو الجحيم حين رأوك ارتاعوا والخليقة كلها مع الأنبياء رتلت لك ترنيمة الظفر يا إلهنا وفادينا الذي حل قوة الموت فلنهللن هاتفين وقائلين لآدم والذين من آدم إن العود قد أدخله فاخرجوا يا مؤمنون إلى القيامة إن الحربة اللهيبية ليست فيما بعد تحفظ باب عدن لأنها قد أطفئت بحال معجزة بديعة بواسطة عود الصليب وشوكة الموت وغلبة الجحيم قد بطلتا وأنت أيها المسيح المخلص وردت هاتفا للذين في الجحيم قائلا ادخلوا إلى الفردوس أيضا ادخلوا إلى الفردوس أيضا إن بيلاطس نصب في الجلجلة ثلاثة صلبان اثنين للصين وواحد لواهب الحياة
الذي لما أبصره الجحيم قال للذين أسفل: يا خدامي وقواتي، من هو هذا الذي شك قلبي بمسمار وطعنني بحربة من عود بغتة؟ وها أنا أتمزق وتتألم دواخلي وتتوجع جوانحي وتظلم حواسي وتضرب روحي، وأضطر بكره أن أقذف آدم وكل ذريته المدفوعين إلي بسبب العود، لأن العود يدخلهم أيضا إلى الفردوس. لأن العود يدخلهم إلى الفردوس أيضا. في هذا اليوم التاسع عشر من هذا الشهر تذكار الشهيد خريسانثوس وداريا ورفقتهما، وفي هذا اليوم الذي هو الأحد الثالث من الصوم نعيد للسجود للصليب الكريم المحيي. فلتقدم المسكونة بأسرها لصليبك السجود الذي به عرفت السجود لك أيضا أيها الكلمة المعبود، فبقوته أيها المسيح الإله صنا من أضرار الخبيث، وأهلنا أن نجوز ميدان الأربعين بسلامة ونسجد لآلامك الإلهية وقيامتك المحيية، وارحمنا بما أنك صالح وحدك ومحب للبشر. إن موسى الإلهي حين رسم الصليب جزى إسرائيل في قعر البحر الأحمر لما ضرب الجوهر الرطب بالعصا مرتلا للإله تسبيحا على الخروج. أيها المسيح السيد بصليبك ثبتني على صخرة الإيمان كي لا تزعزعني صدمات العدو العاتي، فأنت وحدك قدوس. إن النير العظم شهدك على الصليب أيها القدير فارتع وأخفى أشعتك، وكل الخليقة سبحت بخوف مسبحين إياك، لأننا وجدنا سلاما بصليبك الذي به جددت جنس البشر واقتادنا إلى النور الذي لا يغرق. إن يونان النبي صليبا لله لما بسط يديه وهو في جوف الحوت لذا طفر ناجيا بقدرتك أيها الكلمة. إن الذي أنقذ الفتية من اللهيبة إلى الأرض واتخذ جسدا وسمر على الصليب فمنحنا الخلاص واهيبا المبارك وحده الفائق المجد إلى أبينا. نسبح ونبارك ونسجد للرب. إن دانيال المعظم في الأنبياء إذ طرح قديما في الجب بين الأسود بسط ذراعيه صليبا فنجا من دون أذن مباركا المسيح إلى الأدهى. يوالي جميع يوم نور
تعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصني جميع الأجيال. الله ويا حقا وليدة الإله بياد وأمان. لأن القدير أصنع بعظائم وقدوس اسمه ورحمته إلى جيل فجيل للذين يتقونه. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا لغير قياس من السرافين التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا وشتت المتكبرين بذهن قلوبهم من دمي أكثر أن تنكروا بهم كان برس أكثر أسيكريت وستن سرافي إن أبي أفضل أستر اللغة تكوسا إن المقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين أملأ الجياع من الخيرات والأغنياء أرسلهم فارغين. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافين التي بغير فساد ولدت كلمة الله وهي حقا وليدة الإله لكن عظم عضد إسرائيل فتاه ليذكر رحمته كما قال لآبائنا لإبراهيم ولنسلي إلى الأبد. أيتها الأم العذراء والدة الإله الحقيقية يا من ولدت خلوا من زرع المسيح إلهنا الذي رفع بالجسد على الصليب إياك نعظم لنا معه نحن المؤمنين كفة بواجب الاستيهام. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتوليات مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنه إياك تسبح كل قوات السماوات وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. ارفعوا الرب إلهنا
حينما قالت مريم قد حملوا الرب أسرع إلى القبر بطرس وملقن أسرار المسيح تلميذه الآخر الذي كان يسوع يحبه، فركضا كلاهما فوجدا الأكفان داخله موضوعة وحدها، وكان المنديل الذي على رأسه بمعزل عنها، ثم أخلدا إلى السكينة حتى أبصرا المسيح. إذا ما شاهدنا اليوم الصليب المسيح الكريم موضوعا فلنسجد له بإيمان فرحين ونصافحه بشوق مبتهلين إلى الرب الذي صلب عليه بمشيئته، أن يؤهل جميعنا للسجود للصليب الكريم وأن ندرك نهار القيامة خلوا من مداينة. نسجد الآن بحسن تدين للعود الذي بسط عليه ابنك كفيه الطاهرتين مبجنا، فيا أيتها السيدة امنحينا السلامة وأن نبلغ إلى السجود للآلام المخلصة الكلية الشرف اللامعة، وليوم الفصح السيدي الكلي الضياء المبهج للعالم. كلنا سامة قام المسيح من بين الأموات وحلنا من قيود الموت، فاستبشري يا أرض بالفرح العظيم وسبحي يا سماء مجد الله. سبحوا الله في قديسيه، سبحوه في فلك قوته. إذ قد عاينا قيامة المسيح فلنسجدن للرب القدوس يسوع المعصوم من الخطيئة وحده. سبحوه على مقدرته، سبحوه بحسب كثرة عظمته. إننا لا نفتر من السجود لقيامة المسيح لأنه هو خلصنا من آثامنا، فقدوسني الرب يسوع الذي أظهر القيامة. سبحوه بلحن البوق، سبحوه بالمزمار والقيطار. بماذا نكافئ الرب عن كل ما جازانا به؟ فإن الله حل من أجلنا بين البشر، والكلمة صار لحما لأجل الطبيعة التي فسدت وحل فينا، والمحسن أتى إلى العادمي الشكر، والمعتق جاء المأسورين، وشمس العدل أشرقت للجالسين في الظلمة، والعديم التألم علق على الصليب، والنور حل في الجحيم، وأقبلت الحياة للموت والقيامة للساقطين،
فلنهتفن إليه يا إلهنا المجد لك. سبحوه بالطبل والمصاف، سبحوه بالأوتار وآلات الطرب. لنهلل بالنغمات ونعظم بالتسابيح للصليب الكريم مصافحين إياه وهاتفين نحوه. أيها الصليب الكلي وقاره، قدس نفوسنا وأجسادنا بقوتك، واحفظنا وصلنا غير منثلمين من مضرات المضادين المختلفة، نحن الساجدين لك بحسن عبادة. سبحوه بنغمات السروج، سبحوه بسروج التهليل، كلنا سما فلتسبح الله. لنهلل بالنغمات ونعظم بالتسابيح للصليب الكريم مصافحين إياه وهاتفين نحوه. أيها الصليب الكلي وقاره، قدس نفوسنا وأجسادنا بقوتك، واحفظنا وصلنا غير منثلمين من مضرات المضادين المختلفة، نحن الساجدين لك بحسن عبادة. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطقنا. تقدموا فاستقوا مياها لا تفرغ، جارية من جداول نعم الصليب، إذ نعينوا أمامنا العود المقدس موضوعا، الذي هو ينبوع المواهب المرتوي، والمفعم من الدم والماء الجاريين من سيد الكل، الذي رفع بمشيئته ورفع البشر. أما إلهنا قبل الدهور فصنع خلاصا في وسط الله. أيها الصليب الكلي جلاله، أنت هو ثبات الكنيسة وتوطيد الملوك وفخر المتوحدين وحرزهم، لذلك نجثو لك ونستنير اليوم بالقلوب والنفوس من نعمة الذي بسط عليك الإلهية، الذي حطم قوة المحال وأباد اللعنة. المجد للآب والابن والروح القدس، إن رب الكل قد علم بمثال الهرب من ترفع عزم فارسين الأرضية، وداب الجميع لا يترفعوا بأرى صار ذاته رسما ونموذجا، وأفرغ ذاته حتى بواسطة المتجسد منك.
أهوانا اعتقد والموت أميت ونحن قد حيينا. لذلك نسبح هاتفي قبورك أنت أيها المسيح إلهنا يا من هكذا زر المجدولا. مجد لك يا مظهر النور، المجد لله في العلا، وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسرة. نسبحك نبارك، نزود لك نمجد، نشكرك من أجل عظيم جلال مجدك. أيها الرب الملك الإله السماوي الأب ضابط الكل، أيها الرب الابن الوحيد يا يسوع المسيح، ويا أيها الروح القدوس. أيها الرب الإله يا حمال الله يا ابن الله يا رفع خطيئة العالم، ارحمنا يا رفع خطايا العالم. اقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب وارحمنا، لأنك أنت وحدك قدوس، أنت وحدك الرب يسوع المسيح في مجد الله الآب أمين. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الأبد وإلى أبد الأبد. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله آبائنا، مسبح وممجد اسمك إلى الأبد آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمن اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. مبارك أنت يا رب علمني حقوقك. يا رب ملجأ كنت لنا في جيل وجيل، أنا قلت يا رب ارحمني واشفي نفسي، لأنني قد خطيت إليك. يا رب إليك لجأت، علمني أن أعمل هواك، لأنك أنت هو إلهي. لأن من قبلك عين الخير وبنورك نعاين النور. فبسط رحمتك على الذين يعرفونك. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. المجد للأب والابن والروح القدس لنا كل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. قدوس الذي لا يموت، ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الله
الذي لا يموت ارحمنا. اليوم صار الخلاص للعالم، فلنسبح الذي قام من القبر. انصر حياتنا لأنه إذ قد حطم الموتى بالموت منحنا الضعف والرحمة العظمى. مباركة مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. بسلام إلى الرب نطلب يا رئيس. من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب يا رب. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا كان المكرمين والشمامس الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومعازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه
بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس. قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب، أعطيت الذين يتقونك علامة ليهربوا من وجه القوس. بشفاعة والدك الإله يا مخلص خالصنا، صعدت إلى العلاء وسبيت سبيا، أعطيت الذين يرهبون اسمك ميراثا يا رب. بشفاعة والدك الإله يا مخلص خالصنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن ولا دهر الداهرين آمين. بشفاعة والدك الإله يا مخلص خالصنا. وأيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. إلي الأيصال. وضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة. سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية في مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. قد نظرت أقصى أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا لنسجد في الموضع الذي فيه قامت قدمه. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات، نحن المرتلين لك هللويا. الله هو ملكنا، قبل الدهور صنع الخلاص في وسط الأرض. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات، نحن المرتلين لك هللويا. ارتفع في الأمم وتعالى في الأرض. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات، نحن المرتلين لك هللويا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لم يزل غير مات، لقد قابلت أن تتجسد من أجلي خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم، وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلى هنا، وبموتك وطئت الموت، وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس المجد مع الأب والروح القدس خالصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. وضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة،
سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم، مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا لموطي قدميه. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير واحفظ بقوة صليبك جميعا. يا رب شعبك وبارك ميراثك. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. ورعاهم وارفعهم إلى الأبد. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرير الحكمة فلنستقل الأم لنسجد ونركع للمسيح مالكنا وإلهنا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات. نحن المرتي لنا لك شعبك وبارك ميراثك وامنح عبيدك المؤمنين غلبة على الشرير واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. حطمت بصليبك الموت وفتحت للسلفردوس وحولت لوح حاملة الطين وأمرت رسلك أن يكرهوا لأنك قد كنت أيها المسيح الإله مانحا للعالم الرحمة.
السبحة المثلث التقديس أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ولقيامتك
الخضراء طلع من السماء وانظر وتعهد وأصلح هذه الكرمة التي غرستها يمينه. Son ixuranu ke ide ke episkepsen tin avelon taftin ke katartis en aftin enfitefsen idexia su ke tin ai طلع من السماء وانظر وتعهد وأصلح هذه الكرمة التي غرستها يمينه. ربي خلص المؤمنين. يا ربي خلص المؤمنين. يا ربي خلص الحسنين العبادة. شعبك وبارك ميراثك إليك يا رب واصرخ إلهي. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبراني. يا إخوة، إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالاعتراف، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لأوهاننا، بل مجرب في كل شيء مثلنا ما خلا الخطيئة. فلنقبل إذن بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد ثقة للإغاثة في أوانها. فإن كل رئيس كهنة متخذ من الناس يقام
لأجل الناس فيما هو لله، ليقرب تقادم وذبائح عن الخطايا. في إمكانه أن يشفق على الذين يجهلون ويضلون، لكونه هو أيضاً متلبساً بالضعف، ولهذا يجب عليه أن يقرب عن الخطايا لأجل نفسه كما يقرب لأجل الشعب. وليس أحد يأخذ لنفسه الكرامة، بل من دعاه الله كما دعا هارون. كذلك المسيح لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، كما يقول في موضع آخر: أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. سلام لك أيها الأخ القارئ. نستقم ونسمع قراءة الإنجيل المقدس. السلام لجميعكم. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي. قال الرب: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. فإنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أم ماذا يعطى الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ يستحي به ابن البشر متى أتى في مجد أبيه مع الملائكة والقديسين. وقال لهم: الحق أقول لكم، إن قوما من القائمين هاهنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوته. المجد لك يا رب المجد لك. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. أضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرسل إليك المجد.
أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
أبانا وبطريركنا يوحنا، إخوتنا مطارنة الكرسي الأنطاكي المقدس، الكهنة الشمامسة، الرهبان الراهبات، جميعكم وجميع المسيحيين الحسني العبادة الساكنين في هذه المدينة، المجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة مع وكلائها والذين يتعبون ويخدمون ويرتلون فيها، وجميع الذين ذكرت أسمائهم على المذبح المقدس ليذكر الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. السابق رقادهم على رجاء القيامة والحياة الأبدية الذين عمروا هذه الكنيسة المقدسة والذين خدموا فيها من إكليروس ومن المؤمنين، وجميع أمواتكم بالمسيح ليدخل الرب الإله في ملكه السماوي كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. أصلح يا سيد، أصلح يا سيد، صلي من أجلنا أيها السيد القديس، اذكرنا أيها السيد القديس. لنكمل طلبتنا للرب.
من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة الرب نسى. ملاك سلام مرشدا امينا حافظا نفوسنا واجسادنا الرب نسى. مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا الرب نسى. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم الرب نسى. أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة الرب نسى. تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسى. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. رفاق ابنك الوحيد الذي أنت معه مبارك مع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحب بعضنا بعضا لكي بعزم واحد نعترف مقرين بآب وابن وروح قدس ثالوث متساو في الجوار وغير سوا. أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق
مولودا غير مخلوق، مسارا للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس المنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترشى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين. لنقف حسنا لنقف في خوف لنصغي لنقدم بسلام القربان المقدس نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم لنضع قلوبنا فوق لنشكرن الرب حق وواجب بحق واجب نسبحك ونبارك ونحمدك من أجل الذي يقدمك أي أن نعظم لك هذه الذبيحة الإلهية أيها الكائن السيد رب الإله السرمدي الآب الضابط الكل والرب الابن الوحيد يسوع المسيح ونمدحك ونبارك ونسجد لك ونشكرك ونحمدك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن نقرب لك عبادتنا هذه الناطقة بغرب مسحق وروح متضع لأنك أنت وهبتنا معرفة حقك فمن تراه كفأ أن يحدث بجبروتك ويسمع تسابيحك كلها أو يضيع بجميع معجزاتك في هذا كل حين يا سيد الكل رب السماء والأرض كل خليقة المنظورة وغير المنظورة الجالس على عرش المجد والناظر إلى اللجج الأزلي الذي لا يرى ولا يوصف ولا يدرك ولا يعتري تحول أبا ربنا يسوع المسيح الله العظيم مخلصنا ورجانا الذي هو صورة لصلاحك وختم مسار لك في الرسم مظهر إياك في ذاته أيها الآب هو الكلمة الحية الإله الحقي الحكمة قبل كل الدهور الحياة التقديس النور الحقيقي الذي منه ظهر الروح القدس روح الحق موهبة التبني عربون الميراث الآتي باكرة الخيرات الأبدية القوة المحية ينبوع التقديس الذي بتأييده تعبدك كل الخلائق الناطقة والعقلية وتمجدك على الدوام لأن البرايا كلها عبيد لك فإن إياك تسبح الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش والسيادات والرئاسات والسلاطين والقوات والشروبيم والكثير العيون وقد مثل حولك للسيروفيم للواحد ستة أجنحة وللآخر ستة أجنحة بالإثنين يسترون وجوههم وبالإثنين يسترون أرجلهم وبالإثنين يطيرون ويصرخون الواحد نحو الآخر وأفواه لا تصمت وتماجدات لا تنقطع بتسبيح الظفر مترنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس رب الصباوت ملأنا دون السماء
وقد ترك لنا تذكرات آلامه الخلاصية هذه التي وضعناها بحسب وصاياه، فإنه لما أزمع أن يذهب إلى موته الاختياري المجيد المحيي، ففي الليلة التي أسلم فيها ذاته من أجل حياة العالم أخذ خبزا بيديه المقدستين طاهرتين ورفعه إليك أيها الإله الآب، شكر وبارك وقدس وكثر، أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. وكذلك قدم الكأس بالتاج كرمة ومزج وشكر على قدر قدسه. أعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: اشربوا منها كلكم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. ودفنه الثلاثي الأيام وقيامتهم بين الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الإله الآب ومجيئه الثاني المجيد الرهيب التي لك وهي مما لك فيما نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. إياك نسبح إياك نبارك إياك نشكر يا رب لأجل هذا يسلك عليك خطر المستقيم الذين قدوا إلى بارك يا سيد الخبز المقدس امين، بارك يا سيد الكأس المقدسة امين، باركما كليهما يا سيد امين امين امين. اما نحن مشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحدة فاجعلنا متحدين بعضنا ببعض في الشرك القدوس، ولا تجعل الاشتراك في جسد مسيحك ودمه المقدسين لأحد من لدينونا ولا لإدانا، بل لأن نجد رحمة ونعمة مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكرز والكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والمعلمين وروح كل صديق توفي على الإيمان، وخاصة من أجل الكلية القداسة الطاهرة فائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم. إن البرايا بيسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة أيتها الهيكل المتقدس والفردوس الناطق وفخر البتولية التي منها تجسد الإله طفلان وهو إلهنا قبل الدهور لأنه صنع مستودعك عرشان وجعل بطنك أرحب من السماوات تفرح بك كل
البرايا وتمجدك. اذكر يا رب أولنا بانا وبطريركنا يوحنا، وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً مكرماً معافاً مديد الأيام، مفصلاً باستقامة كلمة حقك. اذكر يا رب أولاً أبانا ورئيس كهنتنا موسى، وهبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً مكرماً معافاً مديد الأيام، مفصلا باستقامة كلمة حق. والقاطرين في فكر كل واحد من الحاضرين جميعهم وجميعهن. وأعطنا أن نمجد ونسبح بفم واحد وقلب واحد اسمك الكلي الإكرام والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضاً وأيضاً بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب، حتى إن إلهنا المحب البشر الذي قبلها على مذبحه المقدس السماوي العقلي رائحة طيب زكياً روحياً يرسل لنا عوضا من النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب. بعد التماسنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. وأهلنا أيها السيد أن نشر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أيها الإله السماوي، ونقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. السلام لجميعكم. لنحني رؤوسنا للرب. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا إسلام المسيح أبو الرافات أبو الرافات كل تعزية وإله كل تعزية، بارك الذين حنوا لك رؤوسهم، قدسهم وصنهم وحصنهم وقوهم، أبعدهم عن كل عمل شرير، ارزقهم بكل عمل صالح، أهلهم لأن يشتركوا بلا دينونة في أسرارك هذه الطاهرة المحية لغفران الخطايا وشركة الروح القدس. بنعمتي ورأفات ابنك الوحيد ومحبتي للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، أصغى من مسكنك المقدس ومن عرش مجد ملكك وهلم لتقديسنا، أيها الجالس في الأعالي مع الآب الحاضر معناها هنا غير منظور، ارتضي أن تناولنا بيدك العزيز جسدك ودمك الكريم وبنا شعبك كله. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وسامحني.
لنصغي القدسات للقديسين لقد وقفت أمام أبواب هيكلك وعني الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشارة ورحم الكنعانية وفتح للص أبواب الفردوس، افتح لي حلو محبتك للبشر واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كما قبلت الزانية والنازفة الدم. أما هذه فبمسها هدب ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها. وأما أنا المرثية له فبتجاسري على أن أقبل جسدك كله لا تحرقني، بل اقبلني مثل هاتين وأنر حواس نفسي محرقا جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بلا زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور. آمين. أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت بالحقيقة المسيح ابن الله الحي الذي أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم، وأؤمن أيضا بأن هذا هو جسدك الطاهر نفسه وهذا هو دمك الكريم عينه. فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلاتي الطوعية والكرهية، التي بالقول والتي بالفعل، التي بمعرفة والتي بغير معرفة، وأهلني بلا دينونة أن أشترك في أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. ها أنا ذا أتقدم إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني من جرى تناولي إياها يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل دنس. اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري ابن الله، لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص أعترف لك هاتفا أذكرني يا رب في ملكوتك. ارهب أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، فإنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد شغفتني بالشوق إليك أيها المسيح وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بنار غير هيولية، وأهني لأن أمتلئ من النعيم الذي فيك لكي أعظم طربا حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فإني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي لأنه ليس لباس العرس، وأطرح من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني بما أنك محب للبشر. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أول شيء نشكر الله يا أحباء اللي أعطانا العمر ودخلنا اليوم، صرنا بالأسبوع الثالث أو أنهينا الأسبوع الثالث من الصوم الأربعين المقدس، ودائما بيكون هالأحد هذا عيد الصليب المقدس اللي هو عيد هالكنيسي، أحد الأعياد بهالكنيسي اللي نحن فيها اليوم. أول شيء أنا بنقول لكم بركة معايدة وأدعية مولانا صاحب الغبطة اللي هو أكيد شفتم سمعتم امبارح، هو في مهمة خارج الوطن، وأكيد يا رجع بالليل يا لامي بيرجع على لبنان. كان مع البطارك هني موجودين بهنغاريا، ونحن بتعرفوا انه بهالزلزال اللي صار عندنا وخاصة بأنطاكيا وبحلب وباللاذقية وبعض الأماكن الأخرى في سوريا،
من أول ما صار الزلزال الكنيسة كانت حاضرة، كنيسة يعني أنتو الأبناء المطارني الأخوارني البطرك كانوا موجودين ولا زالوا حتى اليوم بأنطاكيا. من ساعة راحت أول دفعة من المطار من المدنيين من أول يوم بالزلزال، أسبوعيا عم بيكون في عنا مطران هونيكي عم بيدور عليهم وعم بيعمل الصلوات. وبتعرفوا نحن أكثر شيء صار عنا تهديم بكنائسنا ببيوتنا، بيوت رعايانا اللي هي موجودة بأنطاكيا واسكندرون هونيكي. وطبعا صار قتلة كتير هونيكي، والكنائس تقريبا 6 منهم تهدموا كليا، وخاصة الكنيسة هي كنيسة القديسين بطرس وبولس اللي هي البطركية كانت هونيكي. وإن شاء الله بجهود الجميع نقدر نرجع كل شيء مثل ما كان، ونقدر أول شيء هلأ أهم شيء إنه هالشعب اللي طلع نقدر نلاقي له مأوى أو يقدر يرجع على بيوتهم. في منهم البيوت المهدمة كلياتها، ومنهم لسه لحد هلا كلهم عم بصير كذا زلزال ما عم تسمح لهم الظروف إنه نعرف كيف بدنا نرمم. إذا في بيوت خرج الترميم كيف بدها ترمم؟ بس ولكن إيماننا بالله كثير كبير، وإيماننا ببعضنا البعض اللي بنقول نحن السنة دخلنا الصوم بشكل قوي كثير كثير، برهنا على انه نحن بهالكنيسه عائله وحده وين ما وجدنا. وشفنا كيف الكرسي الانطاكي بلا بل العالم اجمع، بس الكرسي الانطاكي كله خاصه الكنيسه عنا في كل انحاء العالم ما حدا منهم قصر بشيء لا هون، رغم انه نحن صرنا 12 سنه شوفوا الحصار اللي عنا وشو صاير عنا بهالبلد، ولكن ما حدا قصر ابدا ابدا ابدا. وهسه لحد هلا في عيال كثير عم نستقبلها، عم نستقبلها ببيوتنا، عم نستقبلها بهالبيوت اللي اولادنا مثلا ما هم موجودين كلهم بعتوا انه انا بيتي موجود محل فلاني خدوه، وانا بيتي محل فلاني خدوه. ولكن ان كان الدائره وان كان البطركيه ما قصروا بشيء ابدا ابدا. حتى سمعت كثير من العالم انه المساعدات اللي اكثر شيء جتنا المساعدات. طيب المساعدات مو للمسيحيين بس لحالنا، للشعب السوري كله المهجر اكثر شيء المساعدات جتنا اول شيء من الكنائس، وهذا شيء كثير مليح. نحن اليوم بالاحتفال للصليب المقدس اللي هو مو عباره عن خشبي، هو خشبي انصلب عليه المسيح، كان لانه كان المجرمين كانوا بالاول يصلبون على الصليب، ولكن بعد ما صلب الرب يسوع صار الصليب هو ينبوع الحياة. وميقلنا نحن أنتو اللي ماشيين بهالصوم اليوم عندكم المحطة تطلعوا فيها، شوفوا هالصليب اللي قدامكم واللي جاء المسيح حتى مات مشانكم. أنتو إذا ماشيين بهالصوم كتير منيح، بس تأملوا فيه. وسمعنا بالإنجيل إن لم يحمل صليبه هو يتبعني. شو يحمل الصليب يعني؟ نحن بنشوف الصليب عبارة عن خشبتين، خشبة عمودية وخشبة أفقية. الخشبة الأفقية بتدل على محبتنا لبعضنا البعض وشركتنا مع بعضنا البعض. إذا ما كان في عندنا شركة حقيقية مع بعضنا البعض ما فينا نوصل لعند الله. بس ساعات بيكون في عندنا شركة حقيقية مع بعضنا البعض نطلع بعدين على الخشبة العمودية ونوصل لعند ربنا. هذا هو المعنى الحقيقي للصليب، هذا المعنى القوي اللي احنا بده يكون سلاحنا بهالصوم الأربعين المقدس، هو المحبة، هو الشركة، هو انه الانسان يتبادل مثل ما تبادلنا باول الصوم مع اخوتنا المهجرين لقمة الاكل. وانا بحقيقة شفنا شوفات شيء كثير غريبة، شفنا كثير ناس ببيتهم اللي عندهم ولد صغير وعندهم حليب لقلوا لخمس ست ايام، شالوا حليب ليومان لقلوا واخذوا القسم الثاني وحطوه محل ما في ناس موجودين، شوفوا استعملوه انتم. هلا نحن الله بيدبرنا لهالحد اذا كان. الحمد لله هي تعزيه كثير 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 كبيره انه الواحد وخاصه بهالايام هيدي يشعر انه انا
سعد بكون عندي لقمتين بدي اعطي لقمة لاخيي، بدل ما هرغيف خبيه لتاني يوم وهو ذاك ينام جائع لأباطية، وبكره الله بيدبر لألي ولألو. انا بقلكم كل عام وانتم سالمين، الله يكون معكم. هلا بتامل منكم اللي مستعد للمناوله يتناول ويرجع لمحله، حتى ندور بالصليب ونعمل الزياح بالورد مثل العادي في اخر الصلاه، وبعدين بدنا ننزل على القاعه في عندنا افتتاح معرض الايقونات. الله يكون معكم وكل عام وانتم سالمين. طولوا بالكم طولوا بالكم، رح تتناولوا كلكم سوا، في ثلاث كاسات تتناولوا كلكم سوا. خليكم قاعدين، بس لقوا الصف وقف شوي قربوا. يا احباء، بس بدي اذكر بالنسبة لمعرض الأيقونة نافذة إلى السماء، هلأ ببركة صاحب الغبطة رح يفتتح سيدنا موسى المعرض دغري بعد القداس بقاعة الكنيسة. المعرض بيبلش من بيستمر حتى 21 الشهر. بالنسبة ليوم الجمعة تقدمة عيد البشارة صباحا، ما رح يكون في عنا قداس بروجزماني، فقط صلاة سحرية يوم الجمعة. كل عام وانتم بخير، وصلاة البشارة صلاة عيد البشارة سحرية وقداس إلهي يوم السبت صباحا الساعة 8:30. الله الرب ظهر لنا مبارك الأسير. صفان ما بصير، صفان ما بصير، ما بصير، ما إلى ما شاهدنا وَاحْفَظْنَا جَمِيعًا غَيْرَ
ساجدين لك يا أيها الصليب المواطن بنبادر ونستقي من مياه لا تفرغ تجري من جداول نعام الصليب فهو موضوع أمامنا مملوءا مواهب كينبوع يجري الماء مقترنا بالدم من جنب المسيح رب الكل المرفوع على عود والمخلص الأنام جميعا شاكرين نعمة أنت يا أيها الصليب الكل جلال سند الكنيسة وثباتها وللملوك موطد وللمتوحدين فخار وقوة لذا نسجد لك اليوم ونستجيب بقلوبنا من نعمة الرب الذي بسط عليك وزال اللعنة مبددا. يلا حبيبي يلا برافو. احمد الرب لأنه صالح هللويا لأن إلى الأبد رحمته هللويا احمد إلى الآلية هللويا لأن إلى الأبد رحمته احمد رب الأرباب هللويا لأن إلى الأبد رحمته هللويا اقبلني اليوم شريكا اقبلني اليوم شريكا لعشائك السري يا ابن الله لأني لن أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك قبلة غاشة مثل يهوذا لكن كاللص يعترف لك ها اذكرني يا اذكرني يا سيد اذكرني يا قدوس خلصني يا يسوع المسيح لمغفرة خطاياه ولحياة أبدية لمغفرة خطاياه ولحياة أبدية آمين ملكوتك لمغفرة خطاياه ولحياة أبدية آمين
لمغفرة خطاياها ولعلاج أبدية أمين. لمغفرة خطاياها ولحياة أبدية أمين. قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب. هللويا. قد ارتسم علينا نور وجهك يا خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وانجح عبيدك المؤمنين الغلبة على الشرك واحفظ هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يمتلئ فمنا بتسبيحاتك يا رب لكي نسبح مجدك لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة.
من أسرار المسيح الإلهي المقدسة الطاهرة غير الميتة السماوية المحيي المرهوبة فلنستقم ونشكر الرب شكرا لائقا أعدد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك بعد أن نسأل أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطية فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لأنك أنت تقديسنا يا إلهنا ولك نرسل المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين لنخرج بسلام إلى الرب نطلب أيها المسيح إلهنا القابل هذه الذبيحة الناطقة غير الدموية من الذين يدعونك من كل قلوبهم ذبيحة تسبيح وعبادة مرضية يا ابن الله الرافع خطيئة العالم أيها الحمل البريء من العيب وغير القابل نير الخطيئة والمذبوح من أجلنا طوعا الذي يتجزأ ولا ينقسم ويؤكل دائما ولا ينفد أبدا بل يقدس الذين يأكلونه ياما لتذكار آلامه الطوعية وقيامته المحيا ذات ثلاثة الأيام جعلنا شركاء في أسراره السماوية المرهوبة المتعذر النطق بها وهي جسده المقدس ودمه الكريم احفظنا بتقديسك نحن عبيدك الخادمين وحكامنا والجنود عند المحب المسيح والشعب الحاضر واعطنا ان نهذا ببرك في كل آن وزمان حتى اذا انقدنا الى ارادتك وعملنا بما يرضيك نستحق الوقوف عن يمينك حين تاتي لتدين الاحياء والاموات انقذ اخوتنا الذين في السبي افتقد الذين في الامراض دبر الذين في شدائد البحر ارح نفوس الذين توفوا على رجاء الحياه الابديه حيث يشرف نور وجهك واستجب لجميع الطالبين معونتك لأنك أنت المانح الخيرات وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين ليكن اسم الرب مباركا من الآن Thank you.